النهارده اليوم العالمي للسعاده، سعيده في حياتك؟ ايوه طبعا. عندك كام سنه؟ 16. ايه اكتر حاجه بتبسطك؟ الحياه والناس، ان انا اشوفهم مبسوطين وكويسين ومفيش مشاكل، فدي اكيد حاجه طبعا تساعدني. انت سعيده في حياتك؟ لا سعداش في حياتي. طبيب هلا ولا 550 وعقد محدد ومعايا بنت مطلقه، ما لاقينش ناكل، بنجيب كل السكر ب5 جنيه. العقد اللي محدد ده بيطردونا من البيوت، قاعدين في خرابه، مش مرتاحين في الدنيا بصراحه. يلا يا عم يلا. انا عايز اعرف منك، انت مبسوط في حياتك؟ هو الحياه في ستريس على اي انسان، اي انسان عليه ضغوط وستريس، ضغوط الحياه، سبب الشغل، بيت، لو متجوز، لو عاوز اتجوز، فاهمه، عاوز اجيب شقه، عاوز اجيب مش عارف ايه. ما حدش عنده، يعني ما فيش حد خالي من الاسترس، استرس الحياه ده عامه. طلعوا يا محي ورج وكده ولفوا بالبكره. هو النهارده اليوم العالمي للسعاده، فانا عايز اسال حضرتك النهارده، انت سعيده في حياتك؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يخلي لي عيالي وجوزي واولادي يا رب، ربنا يديك الصحه. الحمد لله ربنا يخلي لي عيالي، ربنا يديك الصحه يا رب. بس حضرتك سعيده في حياتك؟ جدا الحمد لله. زوجي ربنا يخليهولي يعني. ايه اكتر حاجه بسطاك؟ ايه اكتر حاجه بسطاك؟ بسطاني الوقت، السوق اللي احنا فيه. الايه؟ السوق اللي احنا فيه اهو، الحمد لله يعني. قل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سعيده حضرتك، سعيد في حياتك؟ اكيد طبعا. اني شايف الناس كلها في مصر، الامن مستقر ورغيف كبير الحمد لله، والدنيا في خير، والفاكهه رخيصه عندنا، التفاح ب 10 جنيه والسفندي ب 5 جنيه بس كده. شكرا.